ماجد الكدواني يعني شوف بقى عمل مشهد بيزعق يعني فيه غضب شديد ناحية بنته وأقنعك في المشهد ده، وعمل مشهد تاني إن هو خايف من العملية وبيعيط ومرمي في حضن أخته، وعمل مشهد تالت اللي هو بيناجي فيه ربنا، وعمل مشاهد كوميدية. التنوع ده اللي يخليك تقول الممثل ده شاطر. يعني ماجد الكدواني هو صنايعي محترف بس تصدقه.